أخي الاقتحام كان نهار الجمعة صباحا فجرا باتجاه العاصمة دمشق، والحمد لله من فضل رب العالمين انتجنا انتاج حلو مظبوط، قدمنا شهداء لحنا وقدمنا للنظام قتلة، والحمد لله كانوا العدد يعني عدد الشباب هائل بحدود 1300 مقاتل، والحمد لله يعني اخذنا نقط للنظام والحمد لله من فضل رب العالمين، ويعني وعداتنا كانت جيدة بالخفيفة والثقيلة والمدفعية، يعني انتجنا انتاج حلو حلو جيد، وكان النظام ده يعني ساند حاله بالروسي والايراني والشيعي، والله اعلم شو كان جايب لنا ما بنعرف.